ننتقل مباشرة إلى مراسل التغيير من ديالى حسن الشمري. أهلا ومرحبا بك حسن. ويعني بالبداية ضعنا في حيثيات هذه العملية والاشتباك الذي حصل مع عناصر داعش الإرهابي، وأين كانت هذه العملية بالتحديد؟ مساء الخير جميعا وعلى مشاهدي قناة التغيير. طبعا هذه العملية كانت على خلفية ما جرى يوم أمس من قيام عصابات داعش محاولة خطف أحد رعاة الأغنام الذي قام بإطلاق النار وقتل اثنين من عصابات داعش في منطقة العيط وأبو سير أطراف ناحية بني سعد المحاذية لنهر الديالة التي ترافقها في الجهة المقابلة يعني قرى جنوبه. اليوم كانت هناك عملية دهم وتفتيش من قبل قوات الجيش العراقي، وأثناء عمليات الدهم والتفتيش كان هنالك تعرض من قبل عصابات داعش على قوات الجيش الذي أسفر عن جرح اثنان من عناصر الجيش واستشهاد احد منتسبي الجيش العراقي، التي قامت عصابه داعش بسحب جثته في احد البساتين، وحاليا العمليه مستمره للبحث عن جثه الشهيد المنتسب. عمليه الدهم والتفتيش ما زالت مستمره في هذه المناطق. طبعا هذه العمليات اللي تقوم بها عصابات داعش بحسب المراقبين هي خلال يعني من خلال الفراغ السياسي الموجود بالمحافظه الذي ادى الى تحرك عصابات داعش. المنطقة التي جرت فيها العملية، يعني هذه العملية التي جرت هل أو في هذه المنطقة تحديدا، هل هي من المناطق التي تنشط بها خلايا داعش الإرهابية؟ منطقة أبو سير ومنطقة العيط هي مناطق محاذية لنهر الديالة. نعم. تحديدا المناطق الجنوب، مناطق جنوب بوهريج التي كانت في السابق ملاذ آمن لعناصر داعش، والظاهر هنالك ما زالت هنالك الخلايا نائمه بحسب مختصين تقوم بعمليات بين فتره واخرى. هذه المنطقه حاليا اصبحت من اخطر المناطق، يعني منذ يوم نتحدث من اخطر المناطق في محافظه الدياله، واعتبرتها القيادات الامنيه وحتى مراقبين وحتى الخبراء الامنيه بانها منطقه اصبحت ملاذ امن لعصابات داعش والعصابات الاجراميه التي تحرك بسبب كثافة البساتين فيها وبسبب قرب نهر الديالة والعبور من نهر الديالة من غرفة إلى غرفة أخرى. نعم، طيب حسن، العملية ما زالت مستمرة؟ لغاية الآن العملية مستمرة وبإشراف قائد عمليات الديالة وبإشراف جهاز مكافحة الإرهاب، وما زالت العملية مستمرة في هذه البساتين. وبعد الاتصال بالقيادات الأمنية للوصول للمكان حذرونا من الوصول لهذه المناطق، كونها ما زالت احتمال هنالك عبوات او احتمال حتى هناك تكون صدامات جديده مع قوات الجيش العراقي او القوى التي تلف عمليه الدهم والتفتيش. نعم، شكرا لك مراسل التغيير من ديالى حسن الشمري.